صباح الخير، اليوم الخميس 9 أبريل 2020، حياكم الله في حلقة جديدة من شمس البحرين. صباح النور، مستانس وايد ان اليوم الخميس. يعني حتى المقدمة مالت الخميس غير لازم الخميس كل شيء غير. شاهدين في حلقة اليوم راح نتعرف على طرق حماية الأسنان خلال الفترة الحالية، يتواجدنا في المنزل مع وأيضا عندنا أخصائية التغذية أمل غربي راح تجاوبنا على بعض تساؤلات وتخوف الناس من زيادة الوزن خلال فترة التواجد في المنزل. في فقرة الهوايات الأسبوعية راح نتعرف أيضا على شخصية مهتمة بجمع السيارات، بس قبل لا نبتدي خلونا نشوف ومضتنا لهذا الصباح شو تقول. ومضى اليوم تقول: الإنسان دون أمل كنبات دون ماء. هو بقول صح لك بقول بس لك مو موزون الحين. بقول لك شيء، لا على طاري زراعتي أمس. لا لا لا، على طاري موزونة هي. لحظة، الوامضة كان فيها أن الإنسان دون أمل كنبات دون أنا ما أدري إيش مخي قراها. الإنسان دون أمل كنبات دون عمل. قلت النبات شلون يعمل؟ السلف كورنتين سوى فينا كذي. أي بالضبط. طبعا مشاهدينا، خلال فترة وجودنا في البيت والتغيير اللي صار على روتين حياتنا اللي متعودين عليها، أكيد طريقة العناية بالأسنان لها نصيب من المواضيع اللي نقدمها لكم خلال هذه الفترة في شمس البحرين. ينضم لنا في الاستوديو في الفقرة الأولى تحديداً الدكتور محمد خير، أخصائي جراحة اللثة وتجميل الأسنان. صباح الخير دكتور. صباح الخير. حياك الله في شمس البحرين. حياك الله في شمس البحرين. حياك، تفضل. الله يسلمك دكتور. في إجراءات كثيرة لازم المريض يقوم فيها في العيادة. صحيح. ما ينفع أن يسويها في البيت. مضبوط. وفي إجراءات من الممكن أيضاً أن المريض إذا كانت الحالة بسيطة بحاجة إلى عناية وتنظيف إلى آخره أن يسويها في البيت. صحيح. إحنا اليوم نتكلم أول شيء عن الإجراءات اللي لازم تتم في العيادة. صباح الخير عليكم جميعاً. صباح. إن شاء الله. وإحنا بداية بحب أوجه لكم الشكر على الاستضافة. مؤخرا صدرت تعليمات من الهيئة الوطنية للمهن الصحية بأن مجموعة من الإجراءات في داخل عيادة الأسنان، بالأخص العلاجات التجميلية، لازم نأجلها، وأيضا بعض العلاجات الأخرى الغير ضرورية. في حاليا بعض يعني الإجراءات المسموح أن نسويها في العيادة، طبعا المريض اللي بيعاني من آلام أو بيعاني من انتفاخ في اللثة أو يعني ما قادر يكمل يومه بشكل طبيعي، المفروض أنه يزور عيادة الأسنان وتعتبر هاي الزيارة مسموحة. الآن بداخل البيت معظم الناس حالياً متواجدة داخل البيت وبتحاول تقضي وقتها داخل البيت، لكن ممكن فعلياً إنها تعاني من بعض المشاكل اللي إحنا ممكن نساعدهم خلال وجودهم بالبيت كيف ممكن إن يهتموا بأسنانهم. من أهم الأشياء اللي أنا بشوفها داخل البيت في هاي الأوقات حالياً هو اختلاف يعني النمط المعيشي اليومي للناس، وبالتالي لازم هم ينتبهوا لهذا الشيء. من أهم الأشياء كمان اللي بشوفها الاسترس والتوتر اللي هم بيعيشوا، فكل هاي الأشياء بتفرض علينا إن نوجههم شوية أكثر ونعطيهم بعض التعليمات اللي ممكن إنها تساعدهم أكثر خلال وجودهم بالمنزل. يمكن دكتور ذكرت الأعراض اللي من خلالها المريض ممكن يتجه فيها للعيادات، بس لو نتكلم عن المشاكل تحديداً شو المشاكل؟ تحديداً حسب التعليمات، الألام علاج العصب، ألام ونزيف اللثة، انتفاخات الأسنان أو الكسور، الحوادث لا سمح الله، دينتال تروما، ألم المفصل الناتج عن يمكن الخلع أو أحياناً ممكن نتيجة التروما أو الحوادث. فقط دكتور في هذه الفترة في كثير من الأشخاص مسوين إجراءات تجميلية. أوكي. الحمد لله أن أنا خلصت. يطيح عليك. لا الحمد لله أني خلصت. صحيح. دكتور في كثير من الناس في هالفترة مسوين إجراءات تجميلية مثل الفينيرز، التقويم اللي يكون ممكن يكون تجميلي أو علاجي. صحيح. هذه الفترة شلون يتم التعامل مع هذه الحالات على وجه الخصوص؟ مرضى بشكل عام التقويم، خلينا أول شيء نتكلم عن التقويم. مرضى التقويم مبدئيا زيارتهم تقريبا بشبه شهرية، سواء كان تقويم عادي أو التقويم الشفاف. من أهم الأشياء اللي إحنا منحثهم إنهم يسووها إنهم خلال وجودهم في البيت إنهم ينظفوا أسنانهم بشكل أكثر، لأن فترة وجودهم في البيت أكيد بيتناولوا وجبات أكثر وغيرها. معظم مرضى التقويم عندهم فكرة كيف ينظفوا التقويم بشكل كويس، لكن أحيانا بعض مرضى التقويم خلال فترة تواجده في البيت ممكن قطعة من التقويم تكون شارب أو حادة شوية تجرح له الخد أو الشفة، بنعطي شوية نصائح شلون هو يحاول يغطيها أو يحاول إنه يقلل من هذه الآلام، مثلا آلام تقرحات الشفة أو الخد بهذا الوقت.
في نفس الوقت احنا بنقول لكل المرضى سواء كنت مركب علاج تجميلي او انت مسوي تقويم، اذا في عندك شيء ضروري مسبب لك الام او انت مو قادر تستمر بوجودك في البيت، مو قادر تتحمل، المفروض انك تراجعنا. اللي مسوين فينيرز او ابتسامه المفروض انهم هاي الفتره برضه ينتبهوا، لانه اكيد احنا كمان خلال تواجدنا بالبيت بناكل بعض الاشياء ما بننتبه انه مثلا ممكن ناكل اشياء تكون صلبه او يابسه شويه، ممكن تؤدي لكسر بعض الاسنان. قد يكون احيانا هذا الكسر يؤدي الى الم ولازم تيجي العياده، لكن في بعض الاحيان بيكون تجميلي وبالتالي لابد من بقائك في البيت. فبهالفتره قدر الامكان نحاول ننتبه على نوعيه الاكل اللي نتناوله، اكيد تقليل من السكريات، واكيد كمان حرص اكثر على تنظيف الاسنان. تنظيف الاسنان نعم. بس دكتور يعني ما في شك ان العادات الغذائيه اليوم في البيت أكيد. تغيرت اكيد انا اولهم فمع تغير هذه العادات نبي الطرق الجديده لطريقه العنايه بالاسنان. صحيح. يعني قبل في ناس يمكن خلاص متعوده 3 وجبات اليوم، بس الحين مع جلوسهم في البيت لا 5 أو 6 من كل وجبه وجبه هم 3 وجبات في اليوم ولا 3 وجبات في الساعه بالضبط يعني اكيد. وهاي كمان نقطه كثير مهمه، احنا متعودين على ان نفرشي اسناننا مرتين باليوم، مره الصباح ومره بالمساء، هذا اعتمادا ان عدد الوجبات باليوم هو 3 وجبات. صح. لكن الآن مع الوجود في المنزل ومشاهدة التلفاز والإنترنت واليوتيوب الواحد متعود يأكل سناك بين الوجبات، ممكن زاد عدد الوجبات. وبالتالي لازم كمان نزيد عدد المرات اللي إحنا بنفرش فيها الأسنان. يعني مو بس مرتين، على الأقل لازم نوصل ل3 إلى 4 مرات. هاي 1. 2، نكثر من شرب الماء. شرب الماء بيقلل حموضة، عفوا يعني بيخفف من أثر حموضة الفم، وبالتالي بتقل نسبة الإصابة بالتسوسات و غيرها من أمراض اللثة. بعد من العادات اللي أنا شوي أجاني عليها استفسارات، بعض الناس أحيانا بتستعمل أساليب شوية غريبة، يعني في منهم بيحاول يستعمل الليمون أو الخل عشان يمضمض فيه عشان يعقم أو شيء، هذا كله بصراحة ما إله داعي. توقعت تقول لي معاك يشرب معاكم كل شيء جايز. صدقني في ناس فعلا كلموني بهذا الموضوع، وهذا الشيء يعني أحيانا بيؤدي إلى تآكل الأسنان. أنت لما تتناول أو تتمضمض في الخل أو في الليمون أكيد أسنانك حتدوب وحتكون عرضة أكثر للهي. نتبع الإجراءات العادية، خيط الأسنان، المضمضة الطبية المعتمدة، وبعض الأنواع في منها بيسبب تصبغ للأسنان واللثة شوي لازم نبعد عنهم. المفروض انك تتواصل مع طبيبك اذا عندك اي استفسار. حاليا يعني معظم العيادات فاتحه مجال للاونلاين كونسلتيشن والاستشاره عبر الهاتف، وبالتالي اكيد في فرصه للتواصل. جميل جميل جدا دكتور. وعلى طاري العيادات، حتى العيادات اليوم اللي تستقبل الحالات الطارئه، العياده بنفسها صارت جاهزه للطوارئ. صح. صحيح. من ناحيه التعقيم والتنظيف وامور. صحيح. كثيره مثل ما نقول الهايجين بروتوكول. صحيح. طبعا كلمني عن هذا الجانب. طبعا احنا بشكل عادي اصلا قبل انتشار الفيروس كنا اكيد متبعين نظام معين للتعقيم، ولا بد الآن مع انتشار الفيروس أن نطبق أكيد زي ما بتشوفوا بالتلفزيون إجراءات أخرى إضافية احترازية أكثر عشان نضمن أن المكان قبل دخول المريض وبعد دخول المريض تم تعقيمه بشكل كامل جاهز لاستقبال المرضى. برجع بأكد أنه التعقيم موجود من الأصل دائما، لكن إحنا زودنا شوية الإجراءات الاحترازية، زودنا كمان الأشياء اللي نسأل فيها المريض قبل ما يدخل العيادة، مثل هل أنت كنت مخالط، هل أنت كنت مسافر لأحد الدول الموبوءة، من قيس الحرارة، من باعد بين المرضى، من باعد أصلا كمان بين المواعيد. بنحرص أن بين الموعد والموعد يكون في وقت كافي للتعقيم، وكمان نرجع منأكد أنه على التلفون قبل ما يجي المريض هل أنت فعلا بتعاني من ألم، هل الحالة طارئة أو لا. يعني الأفضل أنك تأجل لما بعد حاليا التاريخ 23 أبريل بإذن الله بيكون أفضل. دكتور بالنسبة للأشخاص اللي موجودين في العزل، سواء العزل الصحي أو العزل المنزلي، إذا صادتهم مشكلة في الأسنان كيف يتم التعامل معهم، أو هو شخصيا شيء يسوي؟ صحيح. هو مبدئيا في نوعين من المرضى، المرضى المطلوب منهم الحجر المنزلي أنه هو غير مصاب لكن مشكوك في يمكن إصابته سبب أنه خالط أو سبب أنه كان مسافر، هذا بيكون في المنزل وبيكون مطلوب منه الحجر المنزلي. وفي نوع اللي هو يعني سلامته بيكون مصاب وبالتالي مطلوب منه أو ممكن نعمل له العزل. نوعية المرضى هاي مطلوب منها ما تخالط الناس، وبالتالي قدر الإمكان يحاولوا أنهم يحلوا مشاكلهم داخل المنزل قدر الإمكان، لكن بعد التواصل مع الطبيب وأخذ المسكنات واتباع بعض الإجراءات اللي ممكن تخفف الألم
إذا ما خف الألم المفروض يتواصلوا مع الجهات المختصة بحيث يتم الترتيب لزيارتهم، أتوقع للعيادات المختصة بذلك، بحيث ما يكون في مخالطة وما يكون هو كسر قرار الحظر أو الحجر اللي مفروض عليه. دكتور، يعني في ختام اللقاء نبي منك نصيحة توجهها للي قاعدين يتابعونا الآن، وخصوصا بما يتعلق بالأدوات الصحية لتنظيف الأسنان اللي يجب أنها تكون موجودة في المنزل. صحيح، بشكل عام دائما أول شيء أنا بفضل حاليا أن الجميع يكون متواجد عنده الأدوات المعروفة اللي هي فرشاة الأسنان والمعجون. فرشاة الأسنان تكون ناعمة ونفرش بهدوء، ما في داعي للقوة، زي ما حكينا على الأقل نقضي من دقيقة إلى دقيقتين أن نفرش أسناننا. معظم الناس بيحاول يخلص بسرعة بعشرين ثانية بسرعة. نكثر كمان زي ما حكينا من شرب الماء، من المضمضات الصحية. أنا بحب أركز كمان على موضوع الستريس. كثير من الناس الآن أكيد مع وجودهم في البيت ومتابعة الأخبار ومتابعة الإنستغرام والسوشيال ميديا قاعدين يسمعون الأخبار بشكل متواصل، هذا الستريس بيخلي الناس تشد على أسنانها أحياناً تتوتر. كثير بيجيني اتصالات أنه بيصحى الصبح عنده آلام بالفك وآلام بعضلات الوجه، هذا ناشئ عن الاسترس. احنا بننصح الجميع انه يعني يحاول قدر الامكان يخفف من التوتر، سماع الموسيقى، قراءه الكتب، التواجد مع العائله بشكل عام، ابتعاد عن الاخبار قدر الامكان. طبعا اذا كان الالم هذا مستمر نعطيه مسكنات، ننصحه على ممكن يعمل كمادات ساخنه على الفك او المناطق اللي هي بتعمل عنده الم، وبالتالي بنخفف قدر الامكان من احتمال الاصابات. كمان مره اتباع نفس الاجراءات اللي كان يتبعها في المنزل لكن تكرارها اكثر، اللي هو يزيد عدد المرات اللي بفرش فيها الاسنان، يزيد استعماله للخيط المنزلي، المضامض اذا هو فعليا من النوع اللي بيعاني من التهابات اللثه، واكيد اذا وصلنا لمرحله الالم اللي لا يمكن احتماله لابد من زيارتنا. يعني شكرا لك دكتور، امانه اثريت حلقتنا، اثريت صباحنا، ومعلومات فعلا أعتقد اليوم الأطباء كل الاختصاصات مهمين، وخصوصاً الأسنان، يعني صح. اللي بحاجة إلى طبيب، بحاجة إلى أن أنا أروح أقعد على كرسي الطبيب ويشرف علي، فهذه معلومات جداً مفيدة، وإن شاء الله يا رب نتمنى الصحة والسلامة للجميع. للجميع شاء الله. شكراً لك دكتور. شكراً مشاهدينا، كان معنا الدكتور محمد خير في هذه الفقرة، والآن إيش عندنا بدر؟ رح فاصل ورجعين مع باقي فقرات شمس البحرين. خلكم ويانا. خلكم ويانا. مشاهدينا، صرنا نسمع من الناس ان قاعدة البيت خربت رجيمي، خربت تغذيتي، غير النكت اللي طلعوها على مواقع التواصل الاجتماعي كل وقت، واللي يقول صارت 3 وجبات في الساعة، مو كل 3 ساعات وجبة، والكثير من التركيز على هذه الأمور. صار عند الناس فعلا تخوف من الزيادة في الوزن خلال هالفترة، عشان نحاسب لوزننا ونهتم أيضا بصحتنا ونعيد، نحاول قد ما نقدر نعيد نمطنا الصحي في الحياة. سعدنا استضافة أخصائية التغذية أمل الغربي. أمل، صباح الخير، حياة الله ويانا في شمس البحرين. صباح الخير. شلونك؟ أخبارك؟ حياة تفضلي. حياة الله. فعلا دكتورة أخصائية التغذية معنا اليوم، راح نتكلم عن هذا الموضوع. فعلا الأكل زاد، فعلا الناس تقول زاد وزني، ارتفع وزني طول اليوم قاعد آكل، شنو السبب باعتقادك؟ بطبيعة نعرف، نحن وقت اللي نحاول نعرف الأسباب متاع الزيادة في الوزن أو السمنة نلقاو لي الأسباب متعددة. الأسباب هذه ما تعتمدش على الفرد في حد ذاته فقط. من الأسباب هذه عنا القاعدة في البيت، كما نعرف نحن النظام الغذائي متاعنا متاع الفرد عموما يكون غني بالسعرات الحرارية اللي تخلي الميزان متاعنا يزيد. وقت اللي الفرد يكون عنده أنشطة متنوعة، الأنشطة هذه تخليه يحرق الكالوريات الزايدة. أما وقت اللي يقعد في البيت ما عندوش، يعني النظام الحياة متاعه يكون مستقر، ما عندوش البيئة المعيشية اللي تخليه يتنقل، يمشي مثلا، يركب دراجة، يلعب رياضة، هذاك علاش الدهون في جسمه تتراكم وتخلي الوزن متاعه يزيد. أكيد طبيعي. شلون نتصرف، أو بالمعنى الأصح والأدق، شلون نقدر نحن نتحكم في شهيتنا أمام الأكل؟
طبعا وقت اللي نقولوا شهية متاعنا عنا شهية للأكل، يعني نحن حسينا بالجوع. الجوع هو رسالة تجي للجسم متاعنا اللي أنا نحتاج للطاقة. في حالة ثانية عنا إحساس بالشبع اللي هو رسالة تقولك اللي الاحتياطات متاعنا اللي تحت أمر جسمي كافية. نحن باش نخليو الرسائل هذية اللي تجينا كلك سواء جوع ولا اشبعت تتأثر بالنظام الغذائي متاعنا اللي نحن نعتمدوه. كيفاش نحاولوا نأثروا على الرسائل هذية بحيث نخليو الجوع نتحكموا فيه؟ عندنا زوز هرمونات اللي هو الأنسولين يتحكم في كمية السكر في الدم، وعندنا الليبتين اللي هو المسؤول عن حاسة الشبع متاعنا. من ناحية أخرى عندنا الغيلين اللي هو الهرمون المسؤول على إحساس الجوع. كيفاش نحن نحاولوا نتحكموا في الهرمونات هذية بحيث نخليه الإحساس الشبع أكثر من الإحساس بالجوع؟ أوكي. لازم نتبع غذاء نظام غذائي مناسب. النظام الغذائي هذية يكون يرتكز باش نتجنبوا كل ما هو فخيكتوز. الفخيكتوز هو السكر نلقاوه في المشروبات الصناعية. لازم نحاولوا نتجنبوا الأكل المفرط للفواكه، على خاطر السكريات الموجودة في الفواكه هي نفسها سكر الفخيكتوز. نحاولوا ناكلوا وجبات غذائية غنية بالبروتين، ناكلوا الدهون بالماء. ايه اكيد ناكلوا الدهون المشبعه اللي هي الاوميغا 3، ناكلوا الوجبات الغنيه بالالياف بطبيعه كما قلت انت، ناكلوا نشربوا الماء على خاطر اللي هو يخلي يطرد السموم من جسمنا ويخلي جسمنا متوازن. بس عاده سواء ارتفاع او انخفاض الوزن يتم على فترات، بس انا اتوقع في هذه الفتره تحديدا راح يصير بشكل مفاجئ، لان فجاه الشخص تغير روتينه. إيه؟ جلس في البيت زاد او نزل وزنه، في هناك ممكن مشاكل تصير مع هذه الارتفاع المفاجئ في الوزن؟ بطبيعه اي الارتفاع المفاجئ الوزن بالنسبه للفرد البالغ يسبب خطوره في يعني زياده الامراض السكري، امراض القلب، امراض الاوعيه الدمويه، سرطان القولون، سرطان الثدي بالنسبه للنساء وحتى الاطفال يعني والمراهقين، يخلي زياده في الإصابة بهشاشة العظام، صعوبات في جهاز التنفس إلى غير ذلك. لا قدر الله. أكيد. طيب في هذه الفترة أمل، إذا في أحد قاعد يتابعنا الحين مثلا، شلون الشخص الطبيعي يقدر ينظم أكله؟ هل في جدول؟ هل في خطوات بسيطة؟ وجبات معينة لو تعطينا إياها الحين؟ أكيد. هو أي شخص في الدنيا يحب ينظم الغذاء متاعه مش في الفترة هذه أكهو، في أي فترة من حياته حل واحد ينجم يتبعه كل إنسان فينا بغض النظر عن الحساسيات اللي عنده. عموما يعني راح نحكي لازم يتبع الهرم الغذائي الصحي، على خاطر الهرم الغذائي الصحي هو اللي يخليك تعرف كيفاش تقسم المجموعات الغذائية متاعك، ويخليك تعرف كيفاش تحدد الكميات اللي لازم تاخذها كل شخص على حسب جسمه. مثلا عندنا في منتجات اللحوم ناكلهم حصتين في اليوم، الحصة الواحدة ما لازمش تتجاوز 125 جرام. عنا منتجات الألبان ناكلهم 3 حصص في اليوم بما في ذلك حصة فطور الصباح، والحصة الواحدة تتراوح بين 40 حتى 125 جرام. عنا الخضروات ناكلهم في الوجبات الرئيسية الكل حسب الطلب، لخاطر الخضروات ما تأثرش. بالنسبة للفواكه، الفواكه 3 حصص في اليوم، والحصة الواحدة تتراوح من 125 جرام حتى 150 جرام على حجم الفاكهة. ايه على ايه، وكل شخص على حسب بجسمه. ما ننساوش بطبيعة النشويات ومنتجات القمح اللي هي ناكلوها في الوجبات الرئيسية الكل. بالنسبة لفطور الصباح ما لازمش تتجاوز 30 جرام متمثلة في قطعة الخبز اللي ناكلوها، وبالنسبة للفطور والعشاء لازم الحصة الواحدة تتراوح بين 100-125 جرام متمثلة في الروز بطبيعة والمقرونة والبطاطا إلى غير ذلك. أخيراً الدهون اللي هي 10 جرامات على طول اليوم، بطبيعة نحاولوا ما ناكلوش المنتجات الغذائية اللي تحتوي على الدهون في الليل في العشاء، يعني تكون موزعة تقريباً. ايه صح؟ بس نحاولوا نتفاديوها في الليل أحسن. في عادات يمكن الناس دائماً ينصحون فيها أن يمكن تأثر بشكل بسيط بشكل كبير، اللي هو مثلا أول ما تصحى من النوم اشرب ماء دافي، وزع وجباتك كلك 5-6 وجبات طول اليوم بس بشكل معتدل. خلينا نتكلم عن هذه الأمور، ايش كثر ممكن فعلا تأثر على الحفاظ
على الوزن؟ هو كل شخص يعني لازم يتبع نظام غذائي متوازن، مش بالضرورة يأكل حاجات ويتخلى عن حاجات باش يحافظ على الوزن متاعه، لا، النظام الغذائي المتوازن هو لازم يأكل من كل شيء، أما يعرف كيفاش يحدد الكمية، لازم ينقص من الكمية، معناها مش يأكل مثلا صحن روز قد هكا ومن بعد يقول وي انا اكلت بس صحن رز فانا يعني ليش، لا بالعكس، انت تاكل الرز وتاكل لحم وتاكل كل شيء بس الكميه هي اللي تحددها والاوقات، يعني لازم هو الطبيعي اربع فترات اللي هي فطور الصباح والغداء والعشاء، والفتره اللي هي بين الغداء والعشاء وجبه خفيفه تكون. اوكي إيه. بالنسبة للرياضة أو الممارسات البسيطة اللي يقدر الشخص أن يسويها في البيت اليوم، شنو شلون إحنا نحقق هذه المعادلة ما بين الأكل الصحي والحركة والرياضة في نفس الوقت؟ بطبيعة الرياضة، الإنسان كل ما يمارس رياضة العضلات متاعه تستخدم الدهون باش تحولها الوقود لنقص الميزان. صحيح. هكا ولا، والغذاء المتوازن متاعنا كما قلنا الغذاء المتوازن مش معناتها نحرم رواحنا، ناكلوا أما كميات محدودة، هذوما مع بعضهم مع فما نقطة أخرى اللي هي الوقت اللي نرقد مليح 7 ساعات نوم في الليل على الأقل، جسمنا ينقص منه التوتر، هذاك علاش النظام الغذائي يكون متوازن، أما وقت اللي ما نرقدوش بالكدا التوتر متاعنا يطلع، هذاك التوتر متاعنا يطلع، هذاك علاش نلتجئوا للسكريات والدهون. ايه فلازم تكون نظام حياتنا منظم. لازم يمكن احنا ركزنا على اللي وزنها مرتفع بس لا ننسى المساكين اللي يعانون من التوتر اللي صادهم لا اللي صادهم ستريس خلال هذه الفتره، ما تموا ياكلون، خايفين من الوضع، نزل وزنهم، شلون ممكن يتعاملون مع هذه الوضع؟ شلون ممكن يزيد وزنه ويحافظ على وزنه؟ ايه نفس اللي قلته، هو الكميات هي اللي تحكم، يزيد الكميات. يزيد الكميات بالنسبه للي وزنه، هم الناس الكل تقريبا نفس النصيحه، نظام غذائي متوازن. وقت اللي نقول نظام غذائي متوازن يعني بالنسبه للناس وزنهم زايد لازم ينقصوا، بالنسبه للناس اللي وزنهم ناقص يحاولوا يزيدوا، يعني يحطوا هدف قدامهم. مثلا انا ما ناكلش برشا، اليوم كليت صحن الرز هذايا، اليوم الوجبه اللي من بعدها نحاول نزيد شويه. أوكي. لازمني نحط في مخي، لازمني انا نكملها هذايا، وشويه شويه معناها نحس روحي اللي انا وليت ناكل اكثر. باهي ما تاكلش برشا، خلاص ما تاكلش برشا، ما اكل برشا خلاص، احسن الى الابد لا تاكل برشا. شكرا لك اخصائيه التغذيه امل الغربي على تواجد معنا، معلومات جميله، وان شاء الله يعني كونوا المشاهدين استفادوا وتأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار. شكرا لك، يعيشك. مشاهدينا قبل الختام ننتقل لفقرة الهوايات الأسبوعية، ورح نتعرف فيها على شخص حب واهتم بجمع السيارات وتحول هالشغف لهواية مثيرة للاهتمام. في وجهة نظره هي مو مجرد هواية لكنها استثمار للمستقبل. انا من انا تقريبا لما كنت في الجامعه، يعني كان عمري يمكن 19 سنه، اشتريتها بواحد بتخلص منها، كان ما كان عندي فلوس وايد، يعني كنت بحدود الدخل اذا بتحب كثير يعني، فمن كلمتك للطالب، فاستطعت اني اشتري سياره فورد موجوده عندي هنا هلا، موديل 1917، وكانت لما امرق في شارع الحمراء في لبنان كان الكل يقف بالصف يتفرج علي وعلى السياره، وهي كانت حالتها في الويل، يمكن ما توصل لمكان الا ما 2-3 يدزوا فيه. فبس كنت حبها كثير، فكل يوم صباحا قاعد اهندس فيها وارتبها واتسترا. بعدين صارت الحرب في لبنان وتركت لبنان وجيت للبحرين، اول شيء اخذته معي هو السياره، ومن ذلك الحين وانا مهتم بكثير في موضوع السيارات. السياره اللي اشتريتها لما كنت في الجامعه، بس ما هي اهم وحده. بس كجماليا بعدها إلى مكان وإلى رونقة، وصراحة كان إلها مواقف مختلفة في بيروت، يعني شدت كثير من الناس وعرفتني على أصدقاء وعرفتني على ناس، وحتى الأساتذة اللي كانوا معي بالجامعة كانوا دائما يتصلوا معي، مثلا أستاذ يتصل بتلميذ، كان شغلة مهمة كثير
بتعرف الاستاذ كان مثل يعني متربع بمكان خاص له، فيتصل فيه اللي بدي تعيدنا سياره بنتي بدها اياها او بدي اياها. اهم اكتشاف الانسان لقى هو الدولاب، لانه هو في اجى بالصدفه، رجل كهف قاعد في كهفه كب حجر، الحجر صار يبرم بسرعه وينزل لتحت بسرعه فائقه، بينما هو بده ياخذ يمكن ساعه لحتى ينزل، الحجر اخذ دقائق. فقال اوه فكره حلوه هذه والله، صار شوي شوي طوروا فيه وخلقوا من الحجر حجر دولاب حجر، وهالدولاب الحجر بعدين عملوا منه 2 أو 3 أو 4 وصاروا يعملوا على عربه وياخذوا عليه حمولات ويطلعوا يتنزهوا اولاده ويزقوا فيه، فيعني صارت قصه. صرت احط اهتمامي اكثر شيء على اني اجمع السيارات، وصرت كل ما اروح على بلد ابرم ابحث اذا في متاحف اتفرج عليها، اذا في مزادات انزل فيها، اذا في مجال اني اشتري سيارات موجوده في البلد، وانا بحب اني اسوقهم، فمش بس منظر يعني، كل جمعه باخذ سياره بطلع فيها بسوق فيها، خل انه سياره ما سقتيها مثل كل شيء في الحياه، ما تشغلي تفقديه. معظم الاعراس اللي اجت من الهند واجت من غير بلدان خارجيه، وزاره السياحه دائما بتتصل معي وبتاخذ سيارات لتعطيها لهالضيوف يجيبوا فيها العرسان بناخذ السياره بتكون حالتها في الويل، وبنرجع نعيد بنائها، فبتطلع بتشوف السياره بس تطلع فيها بتقول هذه جديده، وبنحطها على الانترنت بنبيعها. وطبعا الهدف مش هو التجاري بصراحه، لانه كل سياره بتاخذ سنه ونص قبل تخلص، يعني تصور قد ايه بتاخذ وقت، انما الهدف الاساسي منها هو البقاء على التراث المهم الانساني. كان دائما مهتم بالامور الجماليه، وبعدين خصوصا اذا كانت قديمه، لانه كنت استغرب انه كيف الانسان يقدر يعمل الامور، يعمل الصناعات المتميزه هذه بدون الانسترومنتس الموجوده هلا، كانت كل الادوات اللي عنده ادوات بدائيه، فكيف كان هذا يقدر يعمل هالشغل الجميل هذا؟ كل فتره من الفترات كنت اقول لنفسي يمكن تموت هذه الهوايه، بس الحمد لله انه في ناس كثير اكثر مني بكثير عم تفكر مثلي، وكل ما يطلع شاب جديد عم يرجع بقول لنفسي بدي اهتم بشيء له علاقه بالتاريخ والماضي، وماضي الانسانيه مش ماضيه وحدي، ماضي انسانيتي. هواية أفضل من تحطي فلوسك في البنك يمكن. أنا وصلت لهنا لأنه في أجيال طويلة كثيرة قبلي فكرت واشتغلت على نفسها وراقبت الطبيعة وراقبت الأشياء اللي في الموجودة في الحياة، وقدرت تعمل منها أشياء جميلة ومفيدة. فالسيارة جميلة مفيدة بنفس الوقت فيها عمق التجربة الإنسانية اللي هي الحركة. عطنا مكونات الستيك اللي سويته أمس. وايد حلوة الصورة. حلوة أنهم ربع صح؟ ايه. صورة الثلاث شباب اللي واحد متلثم واثنين لابسين ماسكات، خلاص من اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي. الستيك لا ما يبي له شيء، لحم وفلفل و. الستيك لحم وفلفل؟ إيه. لحم وفلفل. لحم وفلفل أنا بعويها. ملح وفلفل. ملح وفلفل. ايه. إزاي وبهارات الستيك عبارة عن شنو كانت؟ ثوم. إيه. وانك علي مار كمون ويعني شيء. حقش كثر شويته؟ بس 3 أو 4 دقائق في كل صوب. ايه وصويا صوص نحط عليه شوي. طبعا سويت ستيك امس عشان شيء قاعد تسالني عشان الناس تعرف. لازم ابدا. ايه روزماري تحطينه وياه بعد. يعني احنا هم يعرفون اكثر منك؟ هم كانوا معك في البيت؟ قول لي الصج. شلون تعرفون اكثر منه؟ ولا هاي من عندكم؟ لا تشوفوا الصوره. زين والصوص شلون سويته؟ سويته الصوص البراون ولا الوايت؟ الوايت عقب ما شلت الستيك. أيه. الزبد اللي بدا. أيه. حطيت المشروم شوحته وصبيت عليه كريمة الطبخ. الله. وثوم بودر. صبيان شاطرين. ساعات احط زعفران شوي عشان يعطينا كذا. صبيان شاطرين في المطبخ.
قلت كريم الطبخ. إيه في ناس يحطون جيمر. اي في ناس تحط جيمر، ترى جيمر اذا طبخه وتحط مع شويه ملح يتعدل طعمه. اي بس كريمه الطبخ عاده تكون شوي الصوص يصير سائل ماي، فاحط عليه جبن بارميزان وسويس تشيز. اخ يعت بس خلاص كنيت انت امس على احنا شو نقول يا وعت الناس ويانا. زين بتدش المطبخ اليوم ولا ما في خطه؟ أنا قرر 12 واحد ايش بسوي حق الغداء. امس طلعته ورحتوا شريتوا الماتش لو ورحتوا سويتوا السيك في الليل، فاليوم لحم ما في شيء واضح. لحم ما في شيء بس اتوقع دياي. خلاص اليوم انت صور. انا مو وايد ويا اللحم ترى، اخاف انه ما ينضبط. اخاف انه ما ينضبط بس لا زين انضبط. خوش شيء. الله يعافيك. خلصت الحلقه. مع السلامه. باي باي.